was the thorn in your side when you spoke of a second sight. Thought you could trip on a surprise when none of us were ready. But I could have sworn I saw a face come alive in the sunrise. Thought you could trip on a surprise when none of us were ready. Samir, bon ton mitan l'eau, bon ton mitan fin. Inch'Allah, bon ton fin, Gassim. Ça y est, Hassemi, de carrière, ou marque bon ton bon, tu vois. Contre le derby, marque bon, marque zoos. Hassemi, marque de la vertière, au match. Inch'Allah, marque au tel, pour dire la vertière, on dirait de l'Afrique. Pestral, prolongation. Je commence à y avoir, qui m'a le match. Le match, ça y est, bon, barche, apprécié, on barche, Allah. ما الحمد لله قاعدين نجريو في الماتش قاعدين نلعبوا هكا من الامكانيات نتاعنا باش نحاولوا احنا جايين هنا باش نلعبوا كوره هذا ماتش كوب جايين باش نلعبوا كوره نعرفوا النادي الافريقي جمعيه كبيره ديما نقول النادي الافريقي جمعيه كبيره اما قاعدين نلعبوا على الامكانيات نتاعنا احنا زاده معناتها جايين هنا ان شاء الله عندنا ما نقولوا في رواحنا والحمد لله ان شاء الله نكملوا كما في الميتون في السنين ان شاء الله لرويحنا وباش نبينوا المكان المهدي ماشي هذيك معناتها ماشي هذيك بلاصتها المكان المهدي وباش نبينوا في ذا في الماتشات معناتها الجايين من الجانبين اللي خير الدخول مباشرة في شرب الموضوع دون جسم الضيوف حاولوا اللي حدود دقيقة 65 وين تحصل أهلي الماطي على ضرب الجزاء نفذها بنجاح سمير العروسي مع أقصاء المدافع الجعيدي من جانب الضيوف وأصبح يعتمد على الهجمات المعاكسة اللي أثمرت في دقيقة 59 من اللقاء على ضرب الجزاء بعد توغل ثنائي الهجوم الماطري سمير العروسي وسيف الدين العساوي واضطراب في محور دفاع جريدة توزر ليعلن حكم اللقاء على ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب سمير العروسي وما تبقى من عمر اللقاء شاهدنا فريق باتري للعب بذكاء كبير واعتمد على سرعة خط هجومه يتمكن في الوقت الإضافي من الشوط الأول من العودة في النتيجة على إثر خطأ في دفاع مستقبل الجسرين بولباب الصافي ما يتمكنش من إحكام التغطية على الكرة وسمير العروسي يستغل الفرصة ويمرر الكرة في طبق لزميله مروان حمبوسي اللي عدل النتيجة هدف لهدف المرمى والحكم يأذن بمواصلة اللعب ومرة أخرى يستغل سمير العروسي خطأ في محور دفاع الجسرين ومن نفس المدافع بولباب الصافي ومرر الكرة لمروان حمبوسي اللي يضيف الهدف الثاني وثنائية في رصيده في هاللقاء لمروان حمبوسي في الدقيقة 71 الكرات الثابتة والفرص المتعددة لهجوم الجسرين لم يقعتج ممكن نتيجة أكثر لوليد خطر احنا كل جوية بنخسره كسوة معناتها سمير العروسي ولا أي جوار آخر خطر احنا جروب وحده ونسحقه للجوارات الكل الاهلي الماطري حاول باعتماد سرعه مهاجمه هبه دفاع جريده وابرز الفرص خلال نصف ساعه الاولى كانت بفائده على غيرها محاول سمير العروسي اللي سدد والحارس العروسي نفذ بنجاح ويمنح الاسبقيه الفريق اراد دفع للضيوف الوقت القانوني ينتهي لكن اصرار ابناء الاهلي على احراز الفوز لا ينتهي ثلاث دقائق في الوقت البديل سمير العروسي استغل طرد المدافع جريده ويلقي الهدف الثاني الفريق هدف وزن ذهب يمنح المحليين ثلاث نقاط تخليهم يواصلوا ثبات باقي مشوار الدخول سيناريو ما يتوقعوش معناتها اي جواب صحيح ما جا في الدقائق الاخرى الحمد لله معناتها بقينا كونسونتري معناتها بقينا كونسونتري على الاخر دقيقه
الانتصار ما كانش سهل، معناتها ما كانش سهل برشا اليوم، كان صعيب على الاخر. ما لقيناش الكيليبر نتاعنا الزامي تو، الحمد لله معناتها كي جات 3 بوان، خاطر ماتش معناتها هذايا ماتش 6 بوان، الحمد لله اللي جاتنا 3 بوان الحمد لله. مهمة تحقق بأقدام سمير العروسي اللي استغل البعثة الدفاعية لمستقبل القصريين وسجل الهدف الوحيد لغيوم في المباراة الأولمبيك، وحقق بذلك هدفان مما خلى لطفي. الملعب النابلي فاستطاع زملائي من المولي تعديل الاوتار وحاولوا السيطره على مجريات اللقاء، وتمكن اللاعب القادم من الاهلي الماتري سمير العروسي من تحقيق ثنائيه ليعلن بذلك على الانتصار. عز كعبه عنا في الجماهير مهلول برشا مش نورمال زبون. الحمد لله يا رب، معناتها الماتش كان صعيب برشا. ملعب النابلي معناتها يعرف يلعب، معناتها يلعب في كره باهيه على التيران نتاعو. اول فيكتور معناتها الاولمبيك الكيف في ضربة الجزاء ويمضي على انتصار ثاني لسبورتين بن عروس في هالموسم. صبرنا للاخر الحمد لله يا ربي، معناتها الحمد لله يا ربي وفقنا اليوم وجبنا 3 بوان اللي باش خلينا نخدموا باكثر اريحيه. وصل البغدادي بدوري مر للعبيدي اللي فسخ المدافع ويخرج العروسي وجه بوجه ليسجل الثاني مطلع الدقيقه 35. سمير العروسي عشيري هذاك، قلت له قبل بارتيرا باش مركب باش نمد لك بونتو. هاكا معناها وفيت البعد نتاعي هو كمل الفينيش الحمد لله. هاني فوق بعد وفوق بعد صحيح. هو بيتور هداف الرابطة الثانية فاتني بجوز بونتو تلخلت عليه. الأخير يتوغل من الرواق الأيسر يوزع في الاستقبال سمير العروسي اللي سجل هدف التعادل. الخضراء هذا المربع الأخضر. بن عروس امامكم سيكون بالزي التقليدي نتاعه الاسود والابيض، في حين نجريتي توز الرياضية بالزي الاخضر والاصفر. هذا فريق بن عروس يعود الى حجاز الملابس، لكن لابد من الخروج. محمد علي القرقني عالي الكرة في وسط الدفاع وتتلق من بالقاسم الغذاوي من جانب جريت توز الرياضية. كرة في التماس هذه المرة لصالح سبورتينغ توزر كما قلنا في هذه الجولة الثالثة اياب من الرابطة الثانية لكرة قدم المحترفة. وهذه هي العملية لصالح بن عروس وبسهولة محرز حسني حارس مرمى وقائد فريق جريدة توزر ياخذ الكرة نتاعو بسهولة في مناطقه او تتقسم. محمد علي قرقني ينطلق بالكرة قائد فريقه اللاعب زياد النايلي. فما مخالفة يقول الحكم على سمير العروسي ولصالحه اي لصالح بن عروس قائد الفريق زياد النايلي بسرعه في الخطوط الاماميه لفريقه وتمشي الكره وترجع من جديد لصالح بن عروس. فما محاوله سمير العروس يحافظ الكره هذه المره على يمين محرز حسني حارس مرمى وتعود لصالح بن عروس في مناطق الجزاء. فما محاوله وتدخل الكرة تمشي مباشرة تعود رياض القلاعي لكن ما يلحقش عليها وترجع من جديد. هجوم لصالح سبورتينغ بن عروس بالزاوية. إشارة المراقب وتابعتها إشارة الحكم باليد العالية معناها من الجهة المقابلة. كرة جميلة ثم تدخل وخالفة بل اللاعب رقم 10 منتصر الحفيدي لكن مذيع وترجع لصالح بن عروس. هذه المرة تمشي سمير العروسي، سمير العروسي يتقدم بالكرة نتاعو ومعه لاعب يراوغ مراوغة أولى مراوغة ثانية يدخل لكن تقطع هذه الكرة تمشي تمشي لصالح بن عروس للاعب سمير العروسي. ومن جديد ناصر السليلي رقم 15. هجوم لصالح سمير العروسي. سمير العروسي وزع الكرة نتاعو وتدخل من مطار باشا، تدخل من أنيس مطار باشا. الكرة كانت جيدة، التوزيع كان في وقتها، مدافع مع مهاجم كان الجويني ومعه مطار باشا، مطار بنية لسبورتينغ بن عروس. أمامكم الكرة رقم 19 سمير العروسي صاحب العملية الأخيرة في التنفيذ باليمين يوزع الكرة بتاعه في المناطق وأخطيرة كانت الكرة. تدخل من حسن هالإعادة الركنية ونشوفوا التدخل. لا فما مدافع يتدخل الحارس ما ترباش هذه المرة. ننتظر في صفرة الحكم وترجع من جديد السليلي من جديد تعود كرة للقلاعي
لكن يقول سمير العروسي، سمير العروسي يتبع الاقلاعي، يوزع الاقلاعي في العمق وضيعه ضيعه، لان وليد بن محمد اراد هو الاخر ان يتدخل ربما براسيه، لكن الكره كانت اسبق من رشوان البغدادي، لكن اسبق منه اللاعب امين بن عبد الله، وتعود كره من جديد لصالح نادي بن عروس. رشوان، رشوان البغدادي يراوغ، رشوان البغدادي يحاول يدخل، رشوان البغدادي وتوزيعها من جديد سمير العروسي، وتدخل جيد، كانت صعيبه لكن جلال الجويني ما يلحقش عليها، وتعود الكره بل سمير العروسي دائما في خطه جناح ايسر. اما تمرير كذلك شان هجومات جاري التونسي خاصه كلوب غوندو والزميل اللي سبقوا هجوم لصالح سبورتينغ بن عروس، كره ما زالت في حوزه الواد، ترجع الكره وسريعه، تسويبه تسويبه كانت جميله وجانبيه، كانت جميله وجانبيه من مجلس النادي الاعاده، تدخل المراوغه من العروسي تصطدم في الدفاع انتهاء الوقت القانوني، يتمكن سمير العروسي من تعديل النتيجه واصبح بالدفاع في بوزي. الأولمبيك من المشرق.